كلمتين عايزة اقولهم لكل الامهات، بطلي تقولي لابنك روح زور اختك وهات لاختك وود ولاد اختك، اصل هي بنت وانت راجل، لو ما سالتش يا حبيبي اسال انت. الكلام ده بيطخن مخ الاخت وبيخليها تتمرع وتقوى على اخوها، وبتصرفاتك انت وبنتك دي بتخلي شخصيه بنتك وحشه وانت مش دريانه، وتبقى دايما متعوده انها تاخد ما تديش. انت كام بقى تعملي ايه؟ دول ولادك واخوات وراسهم براس بعض، مفيش حاجه اسمها الاخ يسال والاخت ما تسالش، وفي الاخر بحجه ان هو الراجل. هما هنا مش راجل وست، هما هنا اخوات يعني حاجة واحدة. ساعتها ابنك هيسأل على اخته بدافع بر امه مش بدافع حبه لاخته. ما تفكريش باللي انت بتعمليه ده انك بتكبري بنتك وتشرفيها قدامنا سايبها، بالعكس انت لما هتقابلي وجه كريم هو مش هيسأل فيها، علشان اللي كانت بتزقه على السؤال انت، سؤاله عليها مش جاي من جواه، وساعتها هيقول عمرها ما سألت علي ولا عمرها ودتني، وهنا بقى هيضيع كل اللي الام بنته علشان الاساس كان غلط. نصيحتي للام اللي بتعمل كده، حببي ولادك في بعضهم وقولي لابنك اختك دي لحمك ودمك، وقولي لبنتك اخوكي ظهرك وسندك بعد ربنا. ما تجيش بنتك تقولك ابنك ما بيسالش عليا تجري تروحي تقولي لابنك اسال على اختك، لا قولي لبنتك اسالي على اخوك، اما يوحشك اسالي عليه، لما تعوزيه اتصلي بيه، لان مفيش حد هيوقفلك ولا يحميكي غير اخوكي. ما تخليش ولادك يستقوا على بعض، خليهم يستقوا ببعض. قولي لي بقى في الكومنتات بتحببي ولادك في بعض ازاي.